اختي عارفه انا كنت نعاني بزاف من عندي الجلده ديال شعري كنحكها بزاف واحد الدرجه ما كتصورش. يعني في الحمام ما نقولش كنديرها بالمشطه وفي الايام العاديه هذاك الزين ماشي من هذا انا كنصبر، ولكن في الخي كنبقى نحك بظفاري حتى كنصبح يعني كل ظفاري عامرين. يعني بغيت شي حاجه يقولها لي الطبيب. واخا واخا اختي مرحبا، نسولك هاد الحكايه هادي فوقاش جاتك تقريبا؟ اخويا لا هي دابا انايا ماشي مرض فيا ولا شي حاجه، غير انا كنبدا نحك الجلده ديال شعري. عندي جلده ديال ما نقولكش اخويا في الحمام اش كنبدا نحك بالمشطه الرقيقه ما نقولكش. نعم اسمح شحال هادي وانا فيا دابا انت جاوبيني على السؤال ديالي باش نلقى معك الحل، حيت في الاسئله شي مرات كنسول شي اسئله وشي مرات كنسول شي اسئله غريبه، ولكن انتم كيبان لكم غريبه ولكن في هاد الاسئله غادي نلقاو الحل. انت المده نعطيني مده طيب واحد المدة محددة. اخويا راه شحال هادي راه اكثر من 10 سنين وهاد القضية 10 سنين واخا كان 10 سنين قال لك انا وانا كنحكي بعد تفاهمنا. الحالة الصحية ديالك ما كتعاني حتى شي مرض، ما فيك لا سكر لا كوليسترول لا والو. الحمد لله. هاد الحكة هادي وجاتك مورا ما استعملتي شي مادة كيميائية للشعر ديالك؟ مادة ديالاش؟ شي مادة كيميائية شي صباغة كنتي استعملتيها ولا شي ترطيبة للشعر ديالك؟ لا هذه قبل بلا صباغه بلا والو، دابا عاد وليت تقول كندير صباغه، مي قبل بلا صباغه كان شعري كنحك الجلده ديال شعري. نعم، إذا هذا غادي تكون نوع من الحساسية اللي خفيفة ديال الشعر. إذا بالنسبة لك بالنسبة لكاع الأخوات اللي عندهم هذه الحكة في الشعر ديالهم، وحنا غادي نزيدوا هذه الوصفة غادي نديروها حتى بالنسبة للأخوات اللي عندهم القشرة واللي عندهم البشرة ملي كتحك فيها فطريات أو فيها طبايح حومة. إذا غناخذوا هذه الوصفة هذه. إذا هذه الوصفة غنسميوها مضادة للحساسية ديال فروة الرأس، مضادة للفطريات، ومضادة للقشرة. شنو غادي ناخذوا فيها؟ غادي تاخذوا فيها الزيت ديال غناخذوا الزيت ديال الفلفل اللي كناخذوها من الصيدليات أو شي بالصيدليات، كناخذوا زيت نوار الشمس، وكناخذوا زيت مرد الدوش. إذا نعاود، زيت الفلفل، زيت نوار الشمس، وزيت مرد الدوش، معلقة كبيرة من كل زيت، كندهنوا بها، كنخلطوا هذا الخليط وكندهنوا بها الجلدة ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوها مدة ديال ساعة، وكنغسلوها. العملية جوج المرات في الأسبوع، مدة ديال 3 شهور، إن شاء الله في الشهر الأول كتولي كتهمد هاد الحريق وكيهمد هاد الحكة هادي. بالنسبه للسيدات اللي بحال هكا كتجيهم الحكه، واش هاد الحكه تقدر تكون عندها علاقه بشي عصبيه؟ مثلا السيده الا تتمر مشي فتره ديال التوتر او شي فتره ديال العيا، ما عرفتش واش مازال معنا على الخط مريم؟ مازال معنا مريم. واش في هاد الايام الاخيره مثلا كاينه شي عصبيه ولا كاين شي توتر ولكن ايضا شي عيا؟ واش كتحسي براسك متعوبه؟ قلت لك من شحال هادي انا اللي جبدت راسي. فهمتي يا دكتور استاذه انا اللي جبدت راسي. ما تقولي ليش استاذه، قولي لي سناء، قولي لي اختي سناء. فهمتي حنا ما بيناتناش. انا اللي جبدت اختي راسي وانا اللي كنحك تنبدا نحك اختي بزاف. انا اللي جبدت راسي صراحه، كان شعري غادي عادي. انا اللي كيجيب لي النار غادي نقي شعري وداك الشيء، بديت كنحك حتى ولات ديك القضيه. دابا ملي كنمشي للحمام كنبقى نحك اختي بزاف بالمشطه، كنحك بزاف. غير هو نعم اختي، غير هو نقول لك واحد الحاجه، راه كاينه واحد المساله اخرى نهضروا عليها. اشنو هي؟ ما تبقايش تردي بالك معاه. لا سي فري. فهمتي؟ حيت ملي كنردو كيوقع فيكساسيون كنركزو. نعم. على واحد الحاجه هادشي... عاد كتزيد تكثر. اكيد، حيت هذا غادي تدخلي في واحد الوسواس وغادخلي في امور اخرى. لان انت ملي غتردي بالك معاه راه ضروري انك غادي تحسي بالحكه. نعم. ان غير شي حاجه تدوز على راسك اصلا هو براسه ملي غادي غتبقاي تدخلي له ديك الفكره ان فيه الحكه. راه هو غادي يبقى يجيب لك الحكه، لان حنا كنسميو هذا يعني كنسميو في الطب كيتسمى ليفي بسيكوموتور، يعني الجانب النفسي هو اللي كيولي كيأثر. سي فغي. دكتور بغيت نسولك عافاك، واش خصني ندير نخلطهم ندير كل معلقه كبيره من كل زيت نخلطهم كاملين نديرهم خليط؟ نعم اختي، ديري خليط وغديري ماسك دهني به جلده شعرك وشعرك مده ديال ساعه وغتغسليها، ان شاء الله غادي يكون خير باذن الله.